اعتراض الملائكة حينما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بمشروع وبرنامج الخلافة الإلهية في الأرض وما جرى من فساد وإفساد في واقعة قتل هابيل إلى أن نقرأ في سورة الروم في الآية 41 بعد البسملة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا أريد أن أذهب في كل تفاصيل الآية فإن الكلام سيطول، وإنما أوجه نظري إلى ما جاء من ذكر للفساد والإفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا جاء في الكهف الشريف في تأويل هذه الآية في تفسيرها؟ هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 54، الحديث 19 بسنده عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال: ذاك والله. الإمام يقسم كي ينبهنا إلى أهمية هذا البيان. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. الحكاية هي هي حكاية الفساد والإفساد في أجواء الرئاسة الدينية، ومن طلب الرئاسة هلك. هؤلاء الذين يقفون في صف المرجعية في النجف وكربلاء بانتظار موت السيستاني، هل تتوقعون أن شيئا من الدين عندهم؟ هؤلاء دينهم المرجعية، دينهم الرئاسة، لا يفكرون بشيء إلا في الرئاسة وتحصيلها. والذين هم في المرجعية الآن، ربهم، نبيهم، إمامهم، دينهم الرئاسة، الزعامة الدينية، كل شيء يقومون به من أمر ديني أو دنيوي بحسب الظاهر أو بحسب الباطن، المقياس والميزان عندهم هل سيساعدهم ذلك في الوصول إلى المرجعية، إلى الزعامة؟ وهكذا يفعل المتدينون السياسيون في الأحزاب الشيعية القطبية، كل شيء يوظفونه للحصول على الرئاسة والزعامة، فليس هناك من دين أساسا. هذا إذا كان دينهم دين العترة، فما بالكم ودينهم دين النواصب، دين الشوافع والمعتزلة؟ أي سوء نحن فيه؟
أي فساد وإفساد الواقع الشيعي، الواقع المرجعي، الواقع الحوزوي، الواقع الحزبي الديني، أي فساد وإفساد نحن نعيشه؟ من هنا فإن صاحب الأمر يكره هذا الواقع، هذا الواقع الفاسد والمفسد. إمامنا من هنا صاحب الزمان يكره هذا الواقع، إنه واقع فاسد ومفسد، ولذا تركنا لأنفسنا. المشكلة أن الشيعة تدافع عن هذا الواقع الفاسد والمفسد، والأنكى من ذلك يعتقدون أن الصواب وأن الحق فيه. هذا هو الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، من أنكم ستجدون المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. من هنا صاحب الأمر تركنا لأنفسنا. هذا واقع بالمنظور الديني، واقع اكسبايرد، منتهي الصلاحية، لا صلاح فيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذاك والله، إمامنا الباقر يقول ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، إنها سقيفة بني ساعدة. الأنصار في بادئ الأمر ما كانوا يريدون الانقلاب على أمير المؤمنين، لكنهم حين رأوا قومه، رأوا قريش، رأوا أهل مكة، رأوا المهاجرين، هم الذين قد خططوا لذلك الانقلاب القذر النجس، فحينئذ انقلبوا هم أيضا فوضعوا هذا الاقتراح، لأنهم قالوا لهم الحق لعلي، وما دمتم قد انقلبتم علي فلماذا يكون الأمر إليكم؟ منا نحن الأنصار أمير ومنكم أنتم أمير، ما دمنا قد تركنا صاحب الحق وانقلبنا عليه فلماذا يكون الأمر إليكم فقط؟ هذا هو الذي جرى في سقيفة بني ساعدة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. وهذا الفساد بداياته حينما كتب اللعناء الصحيفة المشؤومة في المصدر نفسه، صفحة 153 رقم الحديث 202، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، من هناك بدأ الفساد. إذا كتب الكتاب قتل الحسين،
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نذهب إلى سورة الإسراء وإلى الآية الرابعة بعد البسملة. وقضينا إلى بني إسرائيل بحسب المطلع الذي حدثتكم عنه، والرواية موجودة هنا، قرأتها عليكم في الحلقات الماضية من الجزء الثامن من الكهف الشريف. وقضينا إلى بني إسرائيل، بنو إسرائيل هنا بحسب هذا المطلع الذي أحدثكم عنه هم الذين يقولون نحن مسلمون، نحن أمة النبي، الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا هو الفساد والإفساد، ولتعلن علوا كبيرا. ستذهبون بعيدا في فسادكم وإفسادكم. ومر علينا من أن الآية تتحدث عن ظلامة الأمير، عن قتل الأمير، وعن ظلامة إمامنا المجتبى وعن قتله، وعن ظلامة سيد الشهداء وعن قتله، ولتعلن علوا كبيرا. إنه القتل الأول لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. ظهر الفساد في البر والبحر لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كل هذه المضامين مدارها في الرئاسة الدينية أولا، وفي الرئاسة الدنيوية ثانيا. من طلب الرئاسة هلك. من هنا فإن مراجع النجف وكربلاء سيخرجون لقتال صاحب الأمر. في البداية يطلبون منه الرجوع، أن ارجع. عد أدراجك، فإن الدين في خير، نحن موجودون. لكن حينما لا يجدون جوابا كما يريدون يخرجون قواتهم العسكرية ويخرجون هم لقتال صاحب الزمان. والتفاصيل ذكرت في أحاديث العترة الطاهرة. هذا هو الفساد والإفساد، وهذه هي النجاسة التي ليس لها من تطهير إلا بالمشروع الحسيني العظيم. نذهب إلى فاصل.